مساء الخير رفاق هي وعد الحضور الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني باسمي شخصيا وباسم رفاقكم في التجمع القومي أن نقف مجددا هذا المساء لنعلن كل التضامن والدعم لرفاقنا في وعد. نقف معهم صفا واحدا وفي خندق واحد معلنين رفضنا لكل التهم الموجهة لها والتي تساق كأسباب لرفع الدعوة القضائية ضدها والتي تتعارض كليا وجذريا مع كافة مواقف ومحطات ونضالات هذه الجمعية الوطنية منذ تأسيسها. فمنذ البداية جاءت هذه المواقف والنضالات مواكبة ومتفاعلة ورائدة ودافعة لطموحات وتطلعات شعبنا الديمقراطية والاجتماعية والسياسية. إنما تتعرض له وعد في المرحلة الراهنة من حملات إعلامية غير مسبوقة في قسوتها وشراستها في أعقاب رفع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دعوة تطالب فيها بحلها. لا تريد لهذا البلد خيرا ولما لمستقبله أمنا وسلاما، وإنما تبتغي أحداث المزيد من التوتر والتصعيد في الوضع السياسي والمزيد من التزييم والإبعاد ولإبعاد أي جهود صادقة مخرجا سياسيا للأزمة الراهنة. في مثل هذه الظروف نقول إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض علينا قول كلمة حق وإنصاف وتسجيل موقف للتاريخ من أجل وعد، وقيمة أي كلمة تكمن في توقيتها وأهدافها ومسؤولياتها. وليس هناك أفضل وواجب من هذا الوقت لإظهار الموقف التضامني الحقيقي مع الأخوة في وعد وشركاؤنا في العمل السياسي والهم الوطني. نحن في تفاعلنا مع هذه القضية الوطنية أمام خياران لا ثالث لهما، أما أن نكون مع مشروع الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد وبالتالي مع استمرار واستقامة العمل السياسي الوطني الذي تمثل وعد فيه جزءا أصيلا، أو نكون مع محاولات إفشال المشروع والقضاء على مرتكزاته. لذلك كان خيارنا أن نكون مع المسار الصحيح من وجهة نظر المصلحة العليا للبلاد. إن جمعية وعد هي أول تنظيم سياسي وطني خاض غمار التجربة السياسية العلنية بعد إعلان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، قد جاء ولادته من رحم قوى المجتمع البحريني في إطار التشريعات والقوانين القائمة، ليكون مع القوى الوطنية الأخرى رافداً من روافد العمل الوطني على طريق تعزيز النهج الديمقراطي وتكريس العمل السياسي الحضاري ونشر مبادئ حقوق الإنسان مثل العدالة والمساواة وبناء دولة القانون واحترام التعددية السياسية والفكرية. فهل تحاكم وعد لأنها اختارت أن تكون من هذه القيم وأن تكون أمينة على مبادئها ومنطلقاتها الوطنية كجمعية سياسية تنحاز إلى جانب مطالب الجماهير وتطلعاتها؟ فهذه الجمعية لها أهدافها ومواقفها الوطنية المعلنة والمعروفة للقاضي والداني، وليس فيها ما هو مخفي. وقد سجل تاريخ العمل السياسي والنضالي في العديد من المحطات المفصلية وحفظتها أدبيات ووثائق هذا التنظيم، وكان يتصدرها الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين دون أي اعتبار لانتماءاتهم المذهبية أو العرقية، لأنه تنظيم عابر للطوائف ومؤمن بالقيم الحضارية والإنسانية وبالدولة المدنية، كما أنه متمسك بالعمل السياسي السلمي الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والغلو، وله مواقفه الصريحة والقاطعة في إدانة الإرهاب بكل صوره، كما كان صوته صادحا في الدفاع عن المرأة والشباب والعمال ورفض التمييز والفساد الإداري والمالي وغيرها من القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة. لذلك ليس بمقدور أحد أن يشكك أو يطعن في منطلقات هذا التنظيم المناضل سواء الوطنية أو القومية التي باتت تمثل جزءا حيويا وهاما
من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية البحرينية وعلامة مضيئة في تاريخ الوطن. لذلك نقول إنه مهما حصل ومهما كان الوضع الذي ستكون عليه وعلي فإنها ستبقى في وجدان وضمائر الناس، لأنها استطاعت بعطائها وتضحياتها وافتراثها النضالي أن تبرهن وتؤكد انحيازها التام والمطلق إلى جانب هؤلاء الناس منكم في كل الظروف والأوقات. ومن هنا أيضا نحن نتمنى على الجهات المعنية في الدولة ترجيح القرارات الحكيمة والاستجابة إلى صوت ورغبات هؤلاء الناس والتجاوب مع أمنياتهم وتطلعاتهم في بقاء واستمرار هذا التنظيم الوطني، لأن محاكمة وعد هي محاكمة العمل السياسي الوطني السلمي والحضاري، وأن إنهاء وجوده سوف يشكل ضربة قاسية لكل من يراهن على نهج ومواقف العمل الوطني السلمي والحضاري في النهوض بدوره في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية وإقامة الدولة المدنية. تحية حب واعتزاز وتقدير لكافة الرفاق في وعد، تحية حب واعتزاز وتقدير لوعد مسيرة وتضحيات ونضالا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.